السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في درس جديد على قناة ومدونة زمن التقنية، بحيث سوف نتعرف على طريقة إضافة روابط إلى قناتك على اليوتيوب. روابط تظهر هنا كما تشاهدون معي، فمثلا يمكنك إضافة رابط موقعك وروابط صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تشاهدون فهنا نجد الروابط. عند الوقوف على هذا الرابط نجد أنه سوف يوجهنا إلى موقعي، ونجد هنا موقع زمن التقنية، ثم هنا صفحتي على الفيسبوك كما تشاهدون صفحة زمن التقنية على الفيسبوك، وفي الأسفل كذلك نجد الرابط. نفس الشيء بالنسبة لصفحتي على جوجل بلس. ثم طبعا لإضافتها سوف تتوجه إلى قناتك بالضغط هنا، ثم بعد ذلك الذهاب إلى قناتي. بعد ذلك يجب عليك الضغط هنا، ثم بعد ذلك تخصيص تنسيق قناتك من هنا. بعد ذلك تضغط على حفظ، ثم بعد ذلك كي لا تكون قناتك فارغة سوف تضيف أقسام من مقاطع فيديو كما تشاهدون هنا، التحميلات الشائعة، التحميلات وغير ذلك، ومن قوائم تشغيل التي تم إنشاؤها وغير ذلك، ثم غير ذلك كذلك. ويمكنك اختيار صف أفقي أو قائمة رأسية، بعد ذلك تضغط على تم. ولإضافة الروابط يمكنك الضغط هنا ثم الضغط على تعديل الروابط، أو يمكنك الذهاب إلى حول، نجد هنا روابط، نضغط هنا، بعد ذلك نضغط على إضافة ونضيف روابط. الرابط الأول سوف يظهر عنوانه هنا كما تشاهدون معي، أما بالنسبة للروابط الثانية فستظهر فقط هكذا كما تشاهدون. إذن دعني أكتب بعض الروابط. إذن الآن كما تشاهدون معي أضفت بعض الروابط، زيموتيك ويب سايت، ثم وضعت هنا رابط موقعي، وذلك هنا رابط صفحتي على الفيسبوك، وهنا رابط صفحتي على جوجل بلس. يمكنك هنا الكتابة بالعربية أو كذلك بالأحرف اللاتينية لا مشكلة. بعد ذلك تضغط على تم، ثم بعد ذلك سوف تظهر هنا كما تشاهدون معي. هكذا يمكنك إضافة هذه الروابط إلى قناتك، وبالتالي سوف تجلب الزيارات إلى موقعك وكذلك إلى صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا فلا تنسى الإعجاب والاشتراك، لا تنسى تفعيل خاصية الجرس حتى تتوصل بجديدنا، ولا تنسى وضع كومنت تحفيزي، لا تنسى مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة، كما يمكنك دائما الالتحاق بنا على صفحاتنا الاجتماعية وزيارة موقعنا. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.